التواصل يستمر أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع كل انطلاقة من انطلاقات صباح هذا اليوم مع سنة الحقائق. نذكر بالتوقيت الأفضل مع معرب لسيبر محمد أصلميل المنصور، يسجل توقيت زمني مقداره 4:28 تهارينا وناموس، وهو صاحب التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. شوطنا 13 خصص الإبكار يحمل في طياته، هنا أيضا الحقائق مع هجني أصحاب، هنا أيضا مع هجني أبناء القبائل المنطلقة في صباح هذا اليوم مباشرة مع البداية، مباشرة على مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. هذه قناعة حمدان بن خميس بن ناصر السريدي ياتي على بداية المسار ويقدم انطلاقة قناعة، بينما فزعة مع المركز الثاني سعيد بن راشد بن محمد بن منين الشامسي خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف الانضمام مع انطلاقة هملولة وظافر بن حمد مسعود الأحبابي يقدم انطلاقة ويند واحد هملولة. الدور المركز الرابع من القادمة والمنطلقة منصورة حمدان بن محمد خريباني النعيمي، المركز الخامس وبرة سالم بن سليم بن سليم الينيبي يقدم شعاره في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الكبير والمثير لوجود هنا أيضا سن الحقائق لوجود هجني أبناء القبائل المنطلقة في هذا المسار المبدعة بالانطلاق، ولكن تابع بقية الأسماء تابع بقية الشعارات المنطلقة في هذا المسار المبدعة بالانطلاق، شعارات وأسماء لها وزنها لها ذقنها في عالم الأصالة حاضرة في هذا الانطلاق مبدعة بالانطلاق باحثة وطامحة عن ناموس هذا المسار، ولكن نعود مع البداية نعود مع المقدمة نعود مع المركز الأول. الله يا سلام يا سلام يا سلام، وين البداية وين مقدمة الشوط مقدمة الانطلاق مقدمة الإبداع. الله يا سلام يا سلام يا سلام، هذه قناعة قناعة على البداية على مقدمة هذا الشوط. حمدان بن خميس بن ناصر السريدي ياتي على البداية يتقدم على البداية ويعلن بانطلاقة قناعة، يعلن باندفاعة قناعة على مقدمة هذا الشوط على مقدمة هذا الانطلاق. الله يا سلام يا سلام يا سلام، بينما المركز الثاني فزعة على مستوى المركز الثاني بدأت تغير المسار، سعيد بن راشد بن محمد بن منينه الشامسي بن منينه الشامسي بدأ يقدم شعاره بدأ يقدم شعاره، أيضا وبرة سالم بن سليم الليبي يقدم وبرة على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات، يقدم انطلاقة وبرة سالم بن سليم في هذه اللحظات بسويل الليبي يقدم شعاره على مستوى المركز الثاني، ولكن فزع على البداية فزع على مقدمة هذا الشوط بإنجازاتها السابقة بسجلاتها السابقة على أرضية هذا الميدان على أرضية هذا الميدان تأتي على الصدارة تقدم الأداء الذاتي تقدم الأداء الذاتي والتلقائي حتى هذه اللحظات بن منينه، ولكن بسبيلي الينيبي مع وبرة بسبيلي الينيبي مع وبرة، ولكن فزع على البداية فزع على مقدمة هذا الشوط. يا سلام بن منينه ولا الينيبي بدأ يتحرك الينيبي يتقدم مع وبرة، ولكن فزعة وبرة اللحظات الأخيرة وبرة سالم بن سليم بالسبيري الليبي يقدم وبرة على مقدمة هذا الشوط على مقدمة هذا المسار. تهارينا والناموس نبعث سالم مالك وبرة سالم بن سليم بالسبيري الليبي على هذا الفوز والانتصار، لحظات وصولنا إلى خط النهاية معلنا ناموس هذا الشوط. فزعة سعيد بن راشد بن منينة الشامسي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث كانت مشاهد الأعزاء متابعي الكرام من خلال التواجد الوسمية علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الرابع المركز الثالث كان الوصول مشاهد الأعزاء، والمفاجأة في الأمتار الأخيرة مع مذياع سالم بن مبارك بن إدفة العامري، والمركز الرابع كانت مشاهد الأعزاء عد بن مفتاح مع الوسمية، والمركز الخامس الدخول مع منحاف سالم بن حمد العود العامري. 4:31 تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالانطلاقة الصباح، وتهاني موصولة إلى مالك وبرة سالم بن سليم بالسبيلي.
علي نبي.